مازدا سي اكس 9 اسم كتير كبير، الجيل الاول حقق نجاح كتير كبير بالنسبه لكم، شو محضرين لهالجيل الثاني حتى يتابع مسلسل النجاح؟ اعتقد حقيقه مازدا توفقت جدا بطرح الموديل الجديد بمواصفات الموديل 2017 وبنت على نجاح الموديل السابق. خلينا نقول انه انت شايف ان مازدا ناجحه جميعا حال العالم الان بسياراتها. بعد حفل إطلاء مميز، السيارة اللي رح نختبرها اليوم بجدة بالمملكة العربية السعودية بيعود تاريخ ظهورها لأول مرة لسنة 2006، وكانت وقتها ثمرة التعاون ما بين فورد الأمريكية ومازدا اليابانية، وبسرعة نجح الجيل الأول من مازدا سي اكس 9 بأنه يكون سمعة خاصة فيه. بلوس أنجلوس أوتو شو 2015 قدمت مازدا الجيل الثاني من المازدا سي اكس 9 يلي من خلاله أكدت إنها قادرة تطور شاسي وبنية هيكلية إضافة للغة تصميمية ومحركات خاصة فيها بعيداً عن شركة فورد. وهيك نجحت الشركة اليابانية بأنها تطبق مفهوم الزوم زوم بكروس أوفر كبير الحجم. الجيل الثاني من الكروس اوفر سي اكس 9 بتتسم خطوطه الخارجيه بالجاذبيه والديناميكيه اللافته، وبيحمل المقدم مع شبكه التهويه الامامي كل تفاصيل اللغه التصميميه كودو. اما المصابيح الرئيسيه فبتمثل امتداد تصميمي بيبرز من خطوط شبكه التهويه. الجيل الثاني من السي اكس 9 صار اقصر حوالي 30 مليمتر ليصير الطول الاجمالي 5065 مليمتر، كذلك تم الاستعانه باعاده عجلات اطول حوالي 55 مليمتر مقارنه بالطراز السابق. يمكن بسهولة تتبع الخطوط التصميمية الجديدة داخل مقصورة سي اكس 9، خصوصاً لجهة الاستغناء عن لوحة القيادة يلي ما بتحمل أي هوية محددة مع العديد من الزوائد البلاستيكية بالجيل الأول. ويمكن ملاحظة لمسات الألومنيوم والخشب المطعمين بألواح الأبواب، وبالانتقال لنظام المعلومات الترفيهي موقعه بأعلى لوحة القيادة وبالمنتصف تماماً، إلى جانب النظام الترفيهي المعلومات العائد لمازدا كونكت المتصل بشاشة عاملة باللمس قياس 7.8 بساط بتعرض وظائف البلوتوث والراديو وغيره. بالبداية لازم قلكن إنه مازدا استغنت عن محرك فورد، يعني محرك الـ V6 3.7 لتر، واستبدلته بمحرك 4 أسطوانات روتاري 2.5 لتر بيعتمد الشاحن الهواء الديناميكي حتى يولد قوة 250 حصان عند 5000 دورة بالدقيقة، إضافة لعزم 420 نيوتن متر بتبلش عند 2000 دورة بالدقيقة. وهالمحرك بيتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات، ولكن اللافت بهالمحرك إنه صار أقل قوة ب 23 حصان وأكثر عزما ب 54 نيوتن متر مقارنة بالمحرك السابق. خلوني أقولكم أيضا حسب مازدا على سرعة 88 كيلومتر بالساعة سايق بحاجة ل 81 حصان حتى يحافظ على سرعته طبعا على الطرقات المسطحة. التحدي كمان كان قدام المهندسين هو الضجيج بالمقصورة. أكيد عم تلاحظوا المقصورة الداخلية بهالجيل الثاني نوعا ما معزولة عن الضجيج الخارجي. مازدا سي اكس 9 نالت ايضا على مستوى الاداء والبرفورمانس نظام دفع رباعي متطور الاي اكتيف فور ويل درايف يلي بيستخدم حوالي 22 سنسر بيقوموا بمسح الطريق، الا انها منا سياره 4x4 بتساعدكم انكم تجتازوا الطرقات الوعره الناعمه ومش الطرقات القاسيه، وهيدي نقطه كثير لازم تنتبهوا لها. على مستوى السلامة والأمان، مازدا سي اكس 9 بجيلها الثاني نالت باقي التجهيزات المازدا الاي اكتيف سنس يلي بتتضمن مثبت السرعة الراداري الام ار سي سي يلي بيعمل على سرعات بتتراوح ما بين 30 وال 145 كيلومتر بالساعة للوقوف الدقيق على المسافات الفاصلة بين السيارات بعضها البعض. كل المعلومات اللي بدي انا اياها اثناء القياده موجوده، يعني من خلال هالتابلت الصغير الموجود هون بوسط لوحه القياده، ان كان من الاعدادات يلي كمان بتعطيني كل المعلومات، والمقود يلي عم شوفه كثير عصري بتصميمه، والازرار الموجوده عليه عم بتساعدني كمان اتحكم بمجموعه من التجهيزات اثناء القياده من دون ما شتت تركيزي عن الطريق. بدي شوف تسارع هالسيارة، طبعاً عم خفف السرعة عم بوصل لل 50 كيلومتر،
وبمجرد انه ضغطت على دويسه الوقود عم بحس انه السياره كلها عم تتفاعل معي. ال 130 كيلوغرام يلي تم تخفيفهم من وزنها الاجمالي عم بقدر احس فيهم وعم بقدر احس قديش هالسياره مشطه. اختباري للجيل الثاني من المازدا سي اكس 9 بجدة وصل لنهايته. انا شخصيا شفت بهالسياره تصميم ديناميكي، مكسوره داخليه كثير عمليه ورحبه، علبه تروس سلسه ساهمت بوصول المحرك من 0 ل 100 كيلومتر بالساعه ب 8.2 ثواني، والاهم محرك اقتصادي باستهلاك الوقود. البعض منكم يمكن يقول كنا ناطرين محرك الفي 6 خصوصا انه المنافسين عندهم هذا المحرك، والبعض الاخر يمكن يقول انه الرحابه الداخليه بمكسوره سي اكس 9 مانا الرائده بهالفئه من السيارات، ولكن انا بدي اقول لكم انه هيدي السياره اسمها مازدا وبالتحديد السي اكس 9 يلي بجيلها الاول ثبتت نجاح كثير كبير. ولما تعرفوا انه سعرها ببلش ب 99,999 ريال سعودي وصولا لل 120,000 رح تتاكدوا ساعتها انه بهالقطاع من السيارات عم بتنالوا افضل ديل. باي باي.